في هذا اليوم المهم، اليوم اللي تحتفل فيه دولة الإمارات بالمبرمجين وأيضا بالبرمجيات، وهذا الحراك الذي بدأت دولة الإمارات من أكثر من عقدين، 20 سنة من إنجازات، 20 سنة من القفزات النوعية التي رأيناها في دولة الإمارات تضرب قيادتنا الرشيدة، والدعم اللامحدود الذي وضعته لحكومتنا الرشيدة للتمكين وأيضا لتفعيل دور التقنيات الرقمية في حياتنا في دولة الإمارات. نعم، حدثنا عن مسيرة التحول الرقمي التي مكنت الشباب بمهارات وأدوات المستقبل. لو نفكر أختي دعاء بمسيرتنا من قبل 20 سنة، كانت دولة الإمارات دولة تستقطب التقنيات من مختلف دول العالم، وكانت دولة طموحة جدا. اليوم نرى بعض تقنيات دولة الإمارات موجودة وتغزو العالم بأكمله، موجودة في دولة الإمارات ولكن تأثيرها كبير. مثلا منصات مثل شركة ياسات وشركات دولية كبرى مثل نتورك وغيرها، كلها بدأت من دولة الإمارات، تم برمجتها في دولة الإمارات ووصلت إلى العالمية، وبعضها أيضا وصل إلى الفضاء اللامحدود مثل مسبار الأمل الذي أخذنا إلى المريخ، تم برمجته بسواعد إماراتية. طموحنا عالمي، طموحنا كبير جدا، وشفنا اليوم من خلال يوم الإمارات تبرمج أن الشباب والشابات اللي في الوطن سواء من عمر 5 سنوات أو الشباب اللي موجودين في الجامعات والمدارس عندهم شغف كبير لمعرفة ما يحمله أو ما تحمله البرمجة لهم من فرص وإمكانيات. نعم، معاليك المبادرات اللي أطلقها مقر المبرمجين، يا ترى ماذا أضافت لقطاع الاقتصاد المعرفي؟ قمنا في مقر المبرمجين تحت مظلة البرنامج الوطني للمبرمجين بالعمل على مبادرات مختلفة، منها مبادرات تعليم أي شخص في دولة الإمارات البرمجة، وأيضا أخذ في المسيرة هذه يطور الشخص من نفسه بشكل مستمر، ومن ثم يقيم نفسه. مع التقييم هذا تنفتح له أبواب لفرص عمل، أبواب المشاريع ومشتغل عليها وتشتغل عليها الأخ أو الأخت اللي يدخلون في هذه المنصة، ويحصلون على جوائز مادية أو جوائز معنوية وغيرها. ومن بعدها أيضا حاولنا نخلق مجتمع متكامل في دولة الإمارات. المجتمع هذا فيه مسؤولين عنه وقائمين عليه، هم سفراء البرمجة اللي تم تعيينهم الشهر اللي طاف، وأيضا في غير هذا مجتمع متكامل للغات البرمجة المختلفة. نعم، ماذا عن سفراء البرمجة الذين تم اختيارهم مؤخرا؟ دعنا نتحدث عن أدوارهم وكذلك مهامهم. طموحنا أن يكون هناك سفير في كل إمارة من إمارات الدولة، أن يكون عندنا سفير في كل جهة خاصة وحكومية، كل واحد منهم يكون قدوة، يكون مرجع لأي شخص يريد أن يكون جزء من هذا الحراك. وأيضا لابد أنهم يثقفون الناس اللي حولهم ويحاولون أنهم يدرجونهم في هذا المستقبل الواعد. السفراء على 3 فئات مختلفة، الفئة الفضية والذهبية والبلاتينية. الناس اللي هم الفئة البلاتينية يعتبرون خبراء في البرمجة، مهاراتهم عالية جدا، وأي شخص يتعلم منهم يمكن يوصل إلى مواصيل عالمية. اللي في الفئة الذهبية هم محترفين ولكن مب إلى مستوى البلاتينية، والفئة الفضية هم في المستوى المتوسط. عليهم أنهم يقومون بورش عمل، بتجمعات للمبرمجين، عليهم أيضا أن يفتحوا لهم الفرص في صناعة منصات مختلفة، وأيضا توجيه الناس اللي محتاجين توجيه في هذا المجال المهم. نعم، معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، كنت معنا عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، شكرا لك على مداخلتك القيمة.